السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نضيف مبنى للانفرا ووركس. هاجي هنا واقول له انا عايز اضيف بيلدينج، وابدا اختار من هنا شكل المبنى اللي انا عايزه، وابدا ارسم ارسم كده. ممكن اخليه بالشكل دوت، ولما اخلص هدوس مرتين هيبدا يعمل لي المبنى بالشكل دوت. ادوس سكيب وابدا اعمل سيلكت على المبنى. اقدر اغير الارتفاع بتاعه زي ما انا عايز، كل نقطة من دول اقدر احركها بحيث ان انا اغير شكل المبنى، اكبر اصغر زي ما انا عايز. يعني مثلا على سبيل المثال، ومن هنا هتلاقي الستايل، تقدر تغير الستايل زي ما انت عايز، مور ستايل، تقدر تختار اي ستايل انت عايزه، تقدر تغير الروف بالشكل دوت. تقدر تلف المبنى من خلال العلامات ديت، تقدر تغير الخصائص بتاعته. هنا ده الهاي بتاعه، تقدر تغيره تخليه مثلا 100 متر بالشكل دوت.